في بيتنا مدرسة. النهاردة هنتكلم مع بعضينا على تبسيط فكرة العلوم. العلوم العلم الفيزياء كثير منا بيحس هو علم صعب الفهم، مقتصر على طلبة المدارس الثانوية، زي ما بيسموه بعبع الثانوية العامة. طالب التعليم الصناعي بيدرسه وبيقول أنا ليه كطالب أدرس علم فيزياء وأنا لي تخصصاتي. علم الفيزياء مرتبط بينا كلنا، سواء كنا طلاب أو مش في مجال التعليم، بنتعامل معاه. يعني الناس الكبيرة بتتعامل معاه، الصغيرين بيتعاملوا معاه، لأنه العلم اللي بيفسر لي الظواهر اللي بتحصل حواليا. النهاردة هنتكلم على موضوع شيق جدا، وهو النظرية الجزيئية والطاقة الحرارية اللي احنا بنتعامل معها خلال اليوم بتاعنا، سواء كنا بنعمل عملية تسخين أو تبريد، أو بنتعامل مع التسخين اللي هو يعتبر فيزياء وعمليات تحولات الطاقة. ليه أنا لما باجي أطبخ الصبح مثلا ممكن أطلع اللحوم من الفريزر بره علشان تفقد جزء من البرودة بتاعتها في الحرارة بتاعت الجو؟ ده نوع من أنواع الفيزياء اللي هو بيحول المادة الصلبة إلى مادة لما بتفقد حرارتها بتبدأ تتحول من الحجم أو الشكل الصلب إلى الشكل السائل إلى حد ما. ليه مثلا الجو بيبقى ساقع باخد إزازة مية وبحطها في قلب التلاجة ويقول لك ما تملاش إزازة المية على الآخر؟ ليه؟ لأن ممكن قوي لو حطيت زجاجة مية وزجاج ومليتها على الآخر ممكن عند وضعها في المجمد بتنفجر. طب الناس يقولوا طب ده الحاجه لما بتتجمد حجمها بيدخل في بعضها وبيكش. لا، الميه ليها وضع مختلف بالنسبه لعمليات التجمد. كل الحاجات والمعلومات دي افادتنا بيها الفيزياء في حياتنا. النهارده هنتكلم على فروض النظريه الجزيئيه. ايه فروض النظريه الجزيئيه؟ الفيزياء بتقول ان اي ماده في الطبيعه مكونه من مجموعه من الجزيئات، والجزيء ده هو اصغر جزء من الماده يوجد على حاله انفراد. هذا الجزيء يوجد بينه وبين الجزيئات الأخرى في نفس المادة قوة تسمى قوة الترابط أو قوة التجاذب. هذه القوة أو بينه وبين الجزء اللي جنبه أو المسافة اللي بينه وبين اللي جنبه دي بتحدد لي الشكل النهائي بتاع المادة. هل هي مادة صلبة صعبة الكسر مثلا؟ لو أنا قمت جبت قلم كده وحاولت أكسره، أو جبت مثلا كرسي وحاولت أكسره بإيدي، حاجة صعوبة في عملية الكسر. ليه؟ لأن أنا هنا في الحالة دي عندي مادة صلبة تتميز بأن جزيئاتها في بينهم قوة تجاذب عالية، بالإضافة إلى أن المسافات البينية بينهم ضيقة جدا، فبالتالي لما بحب أكسرها أنا ببذل قوة علشان أكسر قوة التماسك اللي بين الجزيئات. بعكس مثلا لو كان عندي سائل موجود في زجاجة أو في دورق أو حتى مية في قلب الكاتل وبصب بقسم جزء من السائل في الكوب، في سهولة في عملية الفصل. ليه؟ لأن جزيئات المادة السائلة قوة التجاذب بينها أقل شوية. طيب لو بابا مثلا في الأوضة التانية وحط البرفان بتاعه مثلا وانت مش شايفه ان هو بيرش البرفان، لكن رائحة البرفان بتصل إليك. ليه؟ لأن ده غاز، أول ما السائل المضغوط اللي جوه الزجاجة بيطلع إلى الهواء الجوي الجزيئات بتاعته بتكتسب طاقة حرارية وبتبدأ تنتشر وتبعد عن بعضها وتبقى المسافات البينية اللي بينهم مسافات واسعة جدا، وعلشان كده أنا بقدر إني أنا أشم ريحة أو توصلي جزيئات العطر. أحد الفنانات مرة قالت إن أنا كنت عايزة أعمل مكرونة وأعمل فراخ بانيه، فحطت المية وحطت الزيت على النار وانتظرت ان الاتنين يبدأوا في يوصلوا درجة الحرارة العالية. ما تعرفش ان المية بتحتاج لكمية حرارة كبيرة جدا عشان اقدر ان انا ارفعها، غير الزيت اقل كمية حرارة ممكن ترفع درجة الحرارة بتاعته. اذا الفيزياء هنا فسرت لي شوية الحاجات الصغيرة دي اللي انا بتعامل معاها جوه مطبخي، جوه بيتي، جوه شغلي، جوه عملي. والنظريه الجزيئيه ما اقتصرتش على ان انا ادرسها كصوره اكاديميه بحته، لا بالعكس دي بتفسر لي حاجات كتير. تعالوا نبدا مع بعضينا ونشوف فكره الفروض النظريه الجزيئيه. فروض النظريه الجزيئيه اول حاجه بتقول ان تتركب الماده من جزيئات.
الجزيء ده عبارة عن أصغر جزء من المادة يوجد في حالة انفراد. كمان بيوجد بين جزيئات المادة مسافات بينية تسمى المسافات الجزيئية. مسافات بين جزيئات اسمها مسافات جزيئية. المسافة الجزيئية دي عبارة عن إيه؟ هي مسافة بينية بين جزيئات المادة. زي عندي كده الحالة الصلبة، هلاقي الجزيئات قريبة من بعضها جدا، مسافات بينهم قليلة، السائلة فيها مسافات أقل، والغازية مسافات المسافات بتاعتي بعيدة قوي. الجوامد بتبقى المسافات بينهم صغيرة، السوائل متوسطة، والغازات مسافات كبيرة. طيب ادي شايفين شكل الجوامد، شايفين المسافات البينية بينهم مسافات صغيرة، دي شكل الجزيئات. احنا طبعا عاملين رسم كده بس. في السوائل بتكون اكبر قليلا، شايفين المسافات البينية هنا اصبحت اكبر شوية، بتكون كبيرة نسبيا في الغازات، والمسافات بينهم بتكون متباعدة. شايفين كده جزيئات الجوامد اللي هي في المنتصف، شايفين الجزيئات شكلها ايه، جزيئات السائل وجزيئات الغاز، شايفين المسافات البينية بينهم متباعدة جدا. اي كمية حرارة كمان ممكن هذا الجزيء يكتسب طاقة حركة ويبعد عن اخوه. بترتبط جزيئات المادة مع بعضها بقوة بتسمى قوة التماسك الجزيئية. قوة التماسك الجزيئية هي قوة تربط جزيئات المادة بعضها مع بعض. طبعا بتكون كبيرة جدا، قوة التماسك دي بتكون كبيرة جدا في الجوامد، وده بيفسر لي الشكل الصلب بتاع قطعة مثلا زي مكعب التلج. بتكون متوسطة في السوائل، عشان كده أنا بقدر إن أنا أفصلها من الكوب، وبتكون كبيرة جدا في الغازات. وأنا ممكن مثلا لو حطيت مثلا كحول أو حاجة ممكن يتبخر إلى الهواء، الجزيئات بتاعته بتكتسب طاقة وبتسيب المادة وتبعد. كمان جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة وبتكون اهتزازية في الجوامد، يعني الجوامد والكرسي والترابيزة اللي قدام مني بتتحرك، ايوه جزيئات المادة بتتحرك، وبتكون انتقالية في السوائل والغازات زي ما احنا شايفين كده. ادي جزيئات المادة الصلبة، شايفين الاهتزازات بتاعتهم، شايفين المسافات البينية. يبقى الجزيئات المادة الصلبة بتهتز ولكن حول موضعها. في السوائل الدنيا بتبقى ابعد، شايفين انا ممكن افصل جزء من الماء، دي السوائل بتاعتي بتكون المسافات البينيه بينهم والحركه بتاعتها كبيره، شايفين حركه او تدفق الماء بيبقى شكله كده. ادي الجزيئات وهي بتتدفق في الماء. طبعا في الغازات المسافات البينيه مسافات كبيره جدا وعشوائيه في الحركه بتاعتها وانتقاليه، يعني بتنتقل من مكان الى اخر. تعالوا نشوف كده سائل عندي، جسم صلب عندي زي الحديد والمية، ده مثال السوائل، والأكسجين كمثال للغازات. لو أنا بصيت للمادة الصلبة اللي هي الحديد هلاقيها مكونة من مجموعة من الجزيئات، هذه الجزيئات بتهتز حركة اهتزازية حول موضعها الأصلي، وزي ما احنا شايفين المسافات البينية بينهم وقوة التجاذب بينهم دي قوة كبيرة جدا. وده عشان كده لما بيكون عندي حاجة صلبة يعني أنا ما بقدرش أكسر بإيدي قطعة الحديد دي. قطعة الحديد اللي احنا شايفينها هي عبارة عن مجموعة من الجزيئات ولكن ملتصقة مع بعضها البعض. طيب بالنسبة للجزيء بقول إن في مسافة بينية اللي هي الفراغات اللي بين الجزيئات وبعضها، وفي بين الجزيئات وبعضها قوة تماسك أو قوة تجاذب اللي بتربط الجزيئات مع بعضها، واللي بتكون أقصى ما يمكن أو أكبر ما يمكن في المواد الصلبة. تعالوا نتكلم على المواد السائلة، كوباية المية مثلا. جزيئات السائل عندي في حالة حركة انتقالية زي ما احنا شايفين بتنتقل من مكان لآخر، والمسافات البينية بينهم مسافات واسعة نسبيا لو قارنتها بالمواد الجوامد. ممكن بكده اقدر افصلها. طيب تعالوا كده نشوف الاكسجين كماده غازيه. الغاز عندي جزيئاته في مسافات بينيه واسعه جدا،
وده بيخليه في حالة حركة، وبرضه حركته حركة انتقالية، ولكن المسافات البينية بتاعته بعيدة نوعا ما. يبقى جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة، سواء كانت في الصلبة أو السائلة أو الغازية. وكمان المادة في بينهم مسافات بينية بين الجزيئات، وفي قوة تماسك بين الجزيئات. مدى قوة المسافات، قوة التجاذب أو المسافات، بتخليني أو بتحدد لي شكل المادة بتاعتي. يبقى إذا فرض النظرية الجزيئية زي ما تناولناها دلوقتي، أول حاجة إن المادة تتركب من مجموعة من الجزيئات، بعد كده الجزيء ده أصغر جزء من المادة. لما اتكلمنا على المسافات الجزيئية قلنا إنها صغيرة جدا في الجوامد، أكبر قليلا في السوائل، وكبيرة جدا في الغازات. حركة جزيئات المادة تجد إنها اهتزازية في الجوامد، بينما تكون انتقالية في السوائل والغازات. بالنسبة لقوى التماسك الجزيئية، بجد أنها متوسطة في السوائل ولكنها صغيرة جدا في الغازات. بالنسبة للجوامد طبعا فهي كبيرة جدا. جزيئات المادة بتتحرك حركة اهتزازية، بمعنى أنها بتتحرك من وضع الاتزان إلى وضع جديد، أي بيبقى ليها طاقة وضع. جزيئات المادة أيضا بتتحرك حركة انتقالية، يعني ليها طاقة حركة. مجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة هي دي اللي أنا بسميها الطاقة الداخلية للجسم. تعالوا نشوف طرق انتقال الحرارة. طرق انتقال الحرارة بالنسبة للأجسام الصلبة بتحدث بالتوصيل، وده بنشوفه لو حضرتك مسكت إناء معدني على النار بدون اي فاصل او بدون اي ماسك، على طول هتبدا الحراره تنتقل لايديك. حضرتك ممكن تجيب معلقه وتحطها على النار وتمسك الطرف الاخر، بعد فتره هتلاقي نفسك مش قادر تمسك المعلقه لانها وصلت ليك الحراره. يبقى الاجسام الصلبه بتوصل الحراره عن طريق التوصيل. في السوائل بيتم عن طريق عمليه الحمل. فكرة السوائل، ودي كلنا بنشوفها لما بتحط مية على النار، تبدأ المية يقولك المية بتنمنم من تحت في بعض الفقاعات اللي بتظهر في أسفل الإناء، وبعد كده بيحصل عندي لما بتوصل لعملية الغليان إن بيبقى في عندي فقاعات. تفسير الفقاعات دي إيه؟ السطح الملاصق للحرارة، جزء السائل الملامس للحرارة، هيبدأ يكتسب حرارة بصورة أعلى من الحرارة اللي موجودة في السطح. وده بنلاحظ ان الجزء اللي تحت لونه على احمر شويه، الجزء اللي فوق لونه على ازرق، ده اللي هو اكثر بروده. لما الجزيئات بتاعه الميه اللي ملامسه للحراره بتكتسب حراره، الجزيئات دي بتبدا كثافتها تقل. لما الكثافه بتاعتها تقل بتبدا ترتفع الى اعلى، تبع للاسهم اللي موجوده دي كده، هترتفع الى اعلى ويحل محلها من فوق في السهم اللي نازل ده الطبقة من الماء البارد أو من السائل البارد اللي بتيجي في المنطقة اللي تحت دي، وتبدأ تسخن مرة أخرى فتقل كثافتها فتصعد إلى أعلى وتزيح مقدار السائل الأكثر برودة إلى أسفل، وهكذا في عملية من الدوامات، كل طبقة فيهم بتحمل الطبقة الأخرى إلى أعلى وتحل محلها لأن كثافتها الطبقة المواصلة أو قريبة من المصدر الحراري بيحصل لها عملية ايه؟ عملية تباعد للمسافات الجزيئية اللي بين الجزيئات المادة، وده بيؤدي الى ان الكثافة بتاعتها بتقل، والكثافة لما تقل تترفع لفوق، زي فكرة القشطة بتاعت اللبن دي بتبقى متكونة فوق لان كثافة القشطة اقل من كثافة اللبن، فنفس فكرة الكثافة فبتطلع لفوق. اما بقى عن الغازات فبالاشعاع، وده ممكن الاقيه لو انا حطيت ايديا فوق مثلا الشعلة بتاع البوتاجاز، مش هحطها ألزقها فيها، يعني احطها في مكان مرتفع، وده بيساعد على اني انا تصل لي الحرارة، زي فكرة عمل الدفاية الكهربية. انا مش بلزق في الدفاية عشان خاطر تديني حرارة، انا الدفاية بتبدأ تشع حرارة بتسخن طبقات الهواء وبتبدأ الحرارة تنتقل عن طريق الإشعاع. طيب
هنتكلم على طرق انتقال الطاقة الحرارية زي ما احنا تناولناها، قلنا ان هي بالتوصيل في المواد الصلبة، بالإشعاع في الفراغ، وفي السوائل والغازات بطريقة الحمل. تعالوا نشوف هنا، دي صورة أوضح لعملية انتقال الحرارة بالحمل وتفسير لظهور الفقاعات اللي أنا بشوفها. الفقاعات دي بتكون نتيجة إن الطبقة اللي تحت اللي هي ملامسة للنار بدأت تصعد إلى الأعلى ويحل محلها الطبقة الباردة. عملية صعود طبقات الماء ونزول غيرها دي اللي بتسبب لي الدوامات اللي أنا بشوفها وبقول ده المية عمالة إيه؟ المية بتغلي أو المية بتطلع فقاعات. لو انا حبيت الخص الكلام اللي احنا قلناه ده في جدول، بقول ان انا في عندي 3 حالات للماده: الجوامد اللي هي الماده الصلبه، السوائل، الغازات. بالنسبه للمسافات البينيه بتكون صغيره جدا في الجوامد، اكبر قليلا في السوائل، وكبيره نسبيا في الغازات. قوه التماسك الجزيئيه بتكون كبيره جدا في الجوامد، وده بيرجع لي صعوبه ان انا اكسر الاشياء الجامده اللي هي الصلبه يعني. بتكون قوى التماسك دي متوسطة في السوائل وبتكون صغيرة جدا في الغازات. بالنسبة لحركة الجزيئات بتكون اهتزازية في الجوامد حول موضعها الأصلي، بتكون في السوائل والغازات انتقالية. بالنسبة لانتقال الحرارة قلنا ان في الجوامد عن طريق التوصيل، في السوائل عن طريق الحمل، في الغازات عن طريق الحمل والإشعاع. طب هنتكلم على كمية الحرارة، ودي حاجة مرتبطة جدا بحياتنا. كمية الحرارة بتعتمد على عدد من العوامل. ايه هي العوامل دي؟ العوامل اللي بتتوقف عليها كمية الحرارة، سواء كنت هكتسبها يعني هسخن المادة اللي معايا، او هفقدها هيحصل لها عملية برودة. اول حاجة كتلة الجسم. كتلة الجسم اسمها بالانجلش ماس، فتلاقيها في بعض الكتب مكتوبة حرف الام، ملهاش دعوة بكلمة الكاف بتاعتنا بتاع الكتلة اللي باللغة العربية. طب حضرتك لو عندك كنكة بتحط فيها قهوة، حطيت فيها كمية من السائل وحطيتها على النار، وكمان جبت براد، طبعا الناس اللي عارفة ده براد ممكن يكون الكاتل في الوقت الحالي، ومليته مية، وكمان جبت اناء ومليته ميه وحطيته على النار، تفتكر مين فيهم هيسخن في الاول؟ كميه الميه اللي موجوده في الكنكه، او في موجوده في براد الشاي دوت، او في الاناء بتاع الطهي اللي موجود. شيء طبيعي ان حضرتك هتقول لي ان الكنكه هتسخن اسرع. ليه سخنت اسرع؟ يعني هي سخنت اسرع وخلاص؟ لا، مش هو خلاص. احنا هنا استخدمنا كمية من الحرارة علشان ارفع درجة حرارة كمية او كتلة معينة من المادة. وطبعا واضح جدا ان في الكنكة كتلة المية اللي موجودة في الكنكة اقل من البراد، وكذلك بالنسبة للبراد والاناء الموجود عندي. اذا كتلة الحاجة اللي انا عايزة ارفع درجة حرارتها تبع ليها هحدد كمية الحرارة اللازمة عشان أرفع درجة حرارتها، وده أول عامل. يبقى أنا هسخن كتلة قد إيه؟ الحرارة النوعية. يعني إيه الحرارة النوعية؟ كل جسم موجود عندي ليه حرارة خاصة بي. الحرارة النوعية بس رمزها سي. الحرارة النوعية هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلو جرام من هذه المادة درجة كلفينية واحدة. هقول لسيادتك كده، لو انت عندك اناء، الانائين زي بعض نفس الكتلة، ولكن هحط في احدهما مية وفي التاني زيت، مين فيهم يسخن الاول؟ تعال ندخل المطبخ هنعمل مكرونة مثلا وبطاطس، هحط اناء فيه كمية مية عشان تسخن على النار، واحط الطاسة او الاناء اللي انا هحط في قلبيه الزيت عشان البطاطس، وهبدأ اسخنه، مين فيهم يسخن في الاول؟ المية هتاخد وقت طويل جدا وعايزة حرارة، لان من طبيعة المية ان السعة الحرارية بتاعتها او كمية الحرارة اللازمة عشان اسخن كيلو من المية كمية كبيرة اكبر اكيد من اللي بيحتاجها الزيت.
ده انا بعد شويه هبص الاقي في ابخره بدات تطلع من الزيت والميه، ولا هي هنا لسه يا دوبك بدات تسخن. يبقى اذا نوع المي نوع الجسم اللي عندي ومرتبط بنوع الحراره اللازمه ليه. تعال نشوف كده، ده 1 كيلو جرام من اي ماده انا عايزه اسخنه. يبقى انا بحسب كميه الحراره اللي انا محتاجها عشان الكتله اللي عندي دي ترتفع على الترمومتر بواحد درجه سيليزيوس اللي هي الدرجه المئويه. انا محتاجه كميه حراره قد ايه علشان خاطر اوصلها. انا مثلا اقول ان الحراره النوعيه للالومنيوم 897، يعني انا محتاجه حراره مقدارها 897 جول علشان خاطر كيلو الالومنيوم ده يرتفع درجه واحده. تعالوا نشوف التجربة دي. انا هجيب دلوقتي كمية من المية وهسخنها، لو احنا شايفين النقاط اللي فوق ده، لمدة 10 دقايق. هنزلها وهقيس درجة حرارتها بواسطة الترمومتر. هاخد اناء اخر، ولكن هذه المرة انا دلوقتي لمدة 10 دقايق درجة الحرارة عندي بقت كام؟ بقت 40 درجة سيليزيوس. يبقى اذا لو انا سخنت الميه دي لمده 10 دقائق هترتفع درجه حرارتها وتبقى 40 درجه سليزيوس. هاخد ماده اخرى وهحطها واعمل عمليه التسخين برضو لمده 10 دقائق ديت، وبعدين هقيس درجه الحراره بتاعتها الماده بتاعتي دي بعد مرور اكتسابها كميه من الطاقه لمده 10 دقائق دي. هبدا احط الترمومتر بتاعي واعمل ايه؟ اقيس درجه الحراره اللي وصل لها هذه الماده اللي هي في نفس الفتره الزمنيه ونفس كميه الحراره، هلاقيها وصلت 70. الماده الثانيه دي ممكن تكون الرمل، عشان كده حتى ده بيفسر لي ليه في المصيف تلاقي الميه درجه حرارتها اقل من الرمل. يبقى انا دلوقتي كميه الميه محتاجه 10 دقايق عشان توصل ل40، لكن لو انا سخنت ماده تانيه زي الرمل مثلا لمده 10 دقايق دي، لا دي بقت 70. اذا المادتين مختلفتين، يبقى نوع الماده كل ماده ليها الحراره الخاصه بيها. تعالوا نشوف التجربه دي اهي كده عمليه، ادي كميتين متساويتين من الميه ومن الرمل. هجيب مصدر للهب، وطبعا انا هستعمل الموجود عندي في المعمل. هجيب ترمومتر مئوي، بلاش نحط الترمومتر بتاع الطبي ده ممكن يفرقع، لان الترمومتر الطبي اللي عندنا في البيت تدريجه لغايه 42، بينما درجه حراره الميه طبعا بتصل الى 100 درجه مئويه. طيب بعد عمليه التسخين هنشوف كده، ادي ده كانت درجه حراره الميه 20 والتاني 20، طبعا ده بتبقى عاده درجه حراره الغرفه طالما ما عملتش عمليه التسخين. هقيد على الاثنين، هحطهم اعرضهم للهب لنفس الفتره الزمنيه ونفس كميه الحراره. بصوا دي هنا وصلت لكام؟ ل60، 60 درجه مئويه. في نفس الفتره الزمنيه هلاقي الميه وصلت ل30، رغم ان الاثنين تعرضوا لنفس كميه الطاقه الحراريه. اذا الحراره اللي مطلوبه لازم أن اعرف انا هسخن ايه وهسخن كميه قد ايه. اوكي، العامل الثالث بقى مقدار التغير في درجة الحرارة. أنا عايزة أسخن من كام لكام؟ يعني أنا دلوقتي عندي براد درجة حرارته، درجة حرارة الغرفة عادية مثلا في حدود 30. أنا عايز أرفع البراد ده وأخليه 100، يبقى أنا في الحالة دي محتاج أرفع درجة الحرارة من 30 ل100، يبقى أنا محتاج أرفع درجة حرارة هذا السائل إلى 70 درجة مئوية، يعني الفرق بينهم 70، محتاجة أسخنه 70 درجة مئوية علشان المية تصل لدرجة 100 اللي هي درجة غليان مين؟ درجة غليان الماء. طيب أنا سبت المية كده شوية وبعدين بردت فأصبحت درجة حرارتها مثلا 80، المية بردت شوية، بابا دخل قال لا طب ما انتوا بتشربوا شاي، طب اعملوا لي معاكم. فأنا هدخل ده البراد لسه سخن، هقيد على البراد تاني، درجة الحرارة 80 عشان اوصله درجة غليان محتاجة 20 درجة. طب هل الحرارة اللي انا محتاجها عشان اوصلها من 30 ل100 اللي هي ارفع درجة حرارتها 70 زي نفس كمية الحرارة اللي انا لو هرفعها من 80 ل100؟
هل كميه الحراره اللازمه عشان ارفعها 70 درجه هي نفس درجه الحراره اللازمه لرفعها 20 درجه، بصرف النظر عن ان سيادتك ما تسخنيش الميه عده مرات عشان دوت مضر؟ لا طبعا، كميه الحراره اللي هحتاجها عشان ارفعها من ال 80 لل 100 هتبقى كميه حراره اقل. ممكن نفس العمليه لو انا مثلا عايز اسخن طعام، الطعام ده انا مطلعه من الثلاجه درجه حرارته 4، درجه حرارته 0 لو انا حاطه في الفريزر وبدات احطه على النار عشان يسخن، هحتاج وقت طويل جدا وكميه حراره عاليه عشان خاطر ارفعه. لكن لو الاكل اساسا لسه دافي ولسه طافي عليه بس انا عايزه اشرب الشوربه مثلا سخنه شويه، هحتاج كميه حراره اقل. نعمه وفضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا ان الحراره النوعيه للماء من اكبر الحرارات النوعيه اللي موجوده، والا كان جسمنا اللي معظمه من الميه ممكن يتاثر وترتفع درجه الحراره للدرجه اللي بيها احنا ممكن ناذي اجسامنا. يعني لو درجه الحراره عاليه بقى بره زي 40 او 50 وتبدا جسمنا او الميه اللي في جسمنا تستجيب لدرجه الحراره دي، هلاقي الميه اللي جوه جسمي بترتفع درجه حرارتها، ده طبعا ممكن يؤثر على الوظائف الحيويه لينا. يبقى انا كده دلوقتي بتكلم على كميه الحراره، وقلنا عندنا حاجه اسمها الحراره النوعيه الخاصه بكل نوع. أجسام الكائنات الحية بتحتوي على كمية كبيرة من المية، وده بيجعلها تقاوم التغير الحادث في درجة الحرارة، وده من نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا. ده جدول بيوضح لي الحرارة النوعية كأمثلة للعديد من المواد. يعني أنا عندي مثلا الألومنيوم، عشان أرفع 1 كيلو جرام من الألومنيوم محتاجة 900 جول لكل كيلو جرام بوينت سيليزيوس، بينما المية عايز بس 4186. النحاس برضو الحرارة دي الحرارة النوعية بتاعته، الذهب، كل دي عبارة عن الحرارات النوعية الخاصة ببعض المواد. دي اللي محتاجها عشان خاطر يزيد، يعني المية محتاجة، ده تفسير هبوب نسيم البحر، المية محتاجة 4180 درجة عشان تترفع درجة، بينما النحاس 300 وشويه ممكن ترفع. تعال نشوف كده، انا دلوقتي في البحر، لو انا قاعد على الشط، لو انت حطيت رجلك في الميه هتلاقي الميه بارده اكثر بروده من لو حطيت رجلك على الرمل. ايه تفسيرها؟ الحراره بتاعت الشمس بتنزل على الرمل فبترفع من درجه حراره الرمل بصوره كبيره جدا، بينما الميه محتاجه حراره كبيره عشان تبدا. احنا لسه كنا بنقول الحراره النوعيه للميه تقريبا حوالي 4200 درجة، يعني أنا عشان خاطر أرفع درجة حرارة المية محتاج 4200 درجة سيليزيوس عشان كيلو مية يبدأ يرتفع درجة حرارته درجة واحدة، بينما الرمل لا، كمية حرارة هتبدأ ترفعه وبالتالي هتحس بالسخونية بتاعة الرمل عنها في الماء. طيب الاتزان الحراري، يعني ايه اتزان حراري؟ الاتزان الحراري ابسط مثال لي، لو حضرتك عندك حاجة سخنة وعايز تسرع من عملية تبريدها وحطيتها في حمام ماء بارد، هتبدأ الحرارة تنتقل منها الى الماء الموجود في حمام الماء ده، وبالتالي درجات المية، درجة حرارة المية هترتفع، بينما درجة حرارة الجسم اللي عندك هتبرد. الأمهات اللي بتبرد الببرونة هتبقى فاهمة الكلام اللي أنا بقوله، لما الببرونة بتاع الطفل بتبقى سخنة وعايزة توصلها لدرجة حرارة ملائمة ليه، بتروح حاطة كوب فيه مية وتروح حاطة الببرونة فيه. التزان الحراري، الحرارة، انتقال الحرارة من الوضع الأعلى في درجة الحرارة إلى الوضع الأقل في درجة الحرارة. هل هيستمر الانتقال ده على طول؟ لا، هيستمر حتى تصل لدرجة الاتزان، لحد ما الحرارة دلوقتي بتاعت الببرونة أو بتاعت الإناء اللي انت حطه ده تفضل تدي حرارة أو تنتقل منها الحرارة إلى السائل أو المنطقة المحيطة، لحد ما تحط إيديك في المية تلاقي المية بقت نفس درجة حرارة الإيه؟ نفس درجة حرارة الببرونة. هنا بقى لا هتتنقل منها ولا ليها، وبالتبعية حضرتك محتاج إنك أنت تغير المية مرة أخرى بمية أكثر برودة عشان تضمن انتقال الحرارة من الجسم الساخن. ودي حاجة بنتابعها واحنا في الشتاء، ونيجي نمسك الكوباية السخنة بتاعت حمص الشام ولا كوباية النسكافيه وتحط ايديك عليها كده، يا سلام، ولا تحس بالحرارة انتقلت الى ايديك. ليه؟ لان دلوقتي الكوب معايا في درجة حرارة عالية،
ايدينا درجه حراره جسم الانسان 37، وممكن تلاحظ ايديك ساقعه نتيجه فقدك لجزء من الحراره لو الجو بارد. طب بعد فتره هتحس ان لا، مفيش، مش الحراره مش سخنه قوي من الكوبايه زي الاول. لو انت رفعت ايدك وحطيتها لمست بيها وجهك هتبدا تحس ان ايديك سخنه اسخن من وجهك. يبقى اذا الحراره بدات تنتقل من الكوب للايد للمجال اللي تساوت فيه درجه الحراره بين الاثنين، فانت اصبحت ما تحس، مش حاسس ان الكوب بتاعك دوت ساخن. لكن لو شلت ايديك وحطيتها في مكان اكثر بروده هتعرف ان ايديك اكتسبت كميه الحراره دي. ده الفرق بين ان انا بيبقى عندي كوب من العصير مثلا بحط فيه قوالب من التلج، فالبروده بتاعت التلج بتنتقل الى العصير اللي انت عامله، وبالتبعيه بعد شويه هتجد ان العصير بتاعك اصبح بارد. يعني انت لو عصير برتقال مثلا او اي مياه غازيه في الحاله العاديه هتبقى درجه حراره الغرفه، لو اضفت بضع مكعبات من التلج وسبتها لفتره هتبص تلاقي وانت بتشرب العصير هتلاقي العصير بارد. اذا انتقلت الحراره اللي موجوده في العصير بتاعك وادت الى ان التلج اكتسبها، بدات مكعبات التلج تنصهر، حتى انت بتلاقي مكعبات التلج بدات تقل شويه نتيجه الحراره اللي اخذتها من العصير، وبالتالي العصير بتاعي بيفقد الحراره بتاعتي. طيب لو انا جبت كده اهو، ادي كوبايه العصير، ادي مكعبات التلج، طبعا هيحصل عمليه الاتزان الحراري بان مكعبات التلج هتبدا تنصهر نتيجه الحراره اللي اكتسبتها، بينما الماده بتاعتي بتاعت العصير او بتاعت المشروب الغازي بتاعي بدات تفقد حرارتها، واصبحت انا مستمتع بكوب العصير البارد. ميه الحنفيه، حنفيتنا ما بتتغيرش في الحمام، هتحط ايدك تحتيها في خلال فترة الشتاء هتلاقيها ساقعة جدا، ولو حاولت انك انت تغسل وشك الصبح هتلاقي نفسك بتحط ايديك تحت الحنفية وترجعها تاني، وممكن تروح جري تشغل السخان لانك انت بتحس ان المية هنا باردة. ليه؟ المية هنا في درجة حرارة الغرفة، وفي الشتاء درجة الحرارة ممكن تصل الى 19 او 20، بينما سيادتك درجة حرارتك 37. لما هتحط ايديك تحت الحنفية هتلاقي ان الحراره هتنسحب من ايدك، لان ايدك في الحاله دي مالها الاعلى درجه حراره، الى الماء اللي هو اقل درجه حراره، وبالتبعيه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل شعورك بالبرد، شعورك بان الحراره بتنسحب من ايدك، وبالتالي هتحس بالبروده الشديده جدا للميه. نفس الحنفيه ديت لو انت جيت في الصيف وحطيت ايدك تقول ده الميه نازله من الحنفيه، بتغلي. ليه؟ درجة حرارة الغرفة في الحالة دي بتصل إلى مثلا في حدود 40. لما حضرتك بتحط إيديك تحتيها وأنت درجة حرارتك 37، أنت بتبدأ تنتقل الحرارة من المية بتاعت الحنفية اللي هي نفس حنفية بيتكو اللي أنت بتفتحها في الشتاء، لكن هنا درجة حرارة المية بقت درجة حرارة الجو، وهتبدأ تنتقل الحرارة منها لإيديك، فممكن تقول ده المية نازلة من الحنفية سخنة نار. طيب تعالوا نبص كده، أنا لو جبت كوب من ساخن واحدهما بارد وبدات المسهم مع بعض، هبص الاقي ان الكوب الساخن بدا يبرد بينما الكوب البارد بدا يسقع. زي ما احنا شايفين دي الجزيئات الساخنه، الجزيئات طبعا فيها طاقه حركه بتتحرك، هتبدا تنتقل الى الجزيئات البارده، وبالتالي بتفقد جزء من الحراره بتاعتها وبتبرد او بتفقد من فقدانها للطاقه الحراريه، بينما الجزء البارد بيكتسب الحراره وبالتالي بترتفع درجه حرارته. الطاقه الحراريه، الطاقه الحراريه هي طاقه بتنتقل من موضع الى اخر، ذلك تبع لاختلاف درجه الحراره. زي ما قلنا كده دلوقتي انتقلت من الاعلى درجه حراره الى الاقل درجه حراره. درجة حرارة الوسط هي متوسط طاقة حركة الجزيئات، زي ما شفنا كده ان الطاقة الجسم اللي كان ساخن درجة حرارته ارتفعت جدا، لان الطاقة بتاعت الحركة بتاعت الجزيئات عندي كمان بتتحرك بصورة كبيرة. زي ما احنا شايفين كده دي الاجسام الباردة، بصوا على حركة الجزيئات، بينما في الاجزاء الساخنه بصوا على حركه الجزيئات، طبعا الحركه بتاعتها كبيره، وده بنشوفه في الحاجات الساخنه اللي بنحطها على النار، بينما في العصاير
او المشروبات المثلجه هلاقي ان حركه او الطاقه الداخليه اقل. طب تعالوا نشوف كده، احنا بنحط ايدينا بعيد عن النار، طبعا طبقات الهواء الملامسه للنار بترتفع درجه حرارتها، وبالتالي بتبدا تطلع الى اعلى الموقد بتاعي. بص لو انا حطيت ايدي هحس بالسخونيه بتاعته وتنتقل الحراره منه الى ايدي، لان الاناء اللي موجود على النار درجه حرارته مرتفعه، وبالتالي هينتقل من الاعلى درجه حراره الى ايديا الغلبانه اللي درجه حرارتها 37، وممكن ده يؤدي الى الشعور بالحراره او انتقال درجه الحراره من الاعلى درجه الى الاقل درجه. يبقى الطاقة الداخلية للجسم هي عبارة عن طاقة الوضع بتاعته زائد طاقة حركة الجزيئات. تعالوا نشوف فكرة الغليان. أنا بعمل عملية تسخين، الجزيئات بتكتسب طاقة، بتبدأ تسيب سطح السائل وتتصاعد إلى أعلى، وده اللي بيفسر لي خروج الأبخرة من الإناء اللي موجود على النار، سواء كنت بحط حلة فيها مية، حط براد، حط كنكة، تبدأ الأبخرة تظهر لأن الجزيئات اكتسبت طاقة وبدأت تسيب سطح السائل وتمشي. ولو أنا حطيت إناء فيه مية وسبته لفترة طويلة على النار، ممكن أروح ألاقي المية اللي فيه كلها تبخرت. تبخرت ليه؟ لأن الجزيئات عندي اكتسبت طاقة وبدأت تسيب سطح السائل وتخرج في صورة بخار إلى الهواء الجوي. ده برضو التفسير بالتقاء الجسم البارد بالجسم الساخن. بتبدأ جزيئات الجسم الساخن اللي فيها طاقة حركة أكبر بتبدأ تتحرك نحو الجسم البارد وتبدأ تنتقل ليها الحرارة بتاعتها، وده اللي بيوضح انتقال الحرارة من الجسم الأعلى درجة حرارة إلى الجسم الأقل في درجة حرارة أو الجسم البارد. تعالوا نشوف كده، شايفين الأبخرة وهي طالعة؟ طيب ده جسم بارد اهو عندي، لو أنا مسكته وحطيته داخل هذا الإناء الساخن هتنتقل الحرارة إلى هذا الجسم البارد، ولو أنا حطيت وقست درجة الحرارة هسيبها لبعد 5 دقايق هعيد قراءة درجة الحرارة مرة أخرى، هلاقي إن الجسم الساخن فقد جزء من الحرارة اللي اكتسبه الجسم الآخر. في فرق بين الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة. الطاقة الحرارية هي طاقة بتنتقل من موضع إلى آخر تبع لاختلاف درجة حرارة اللي بين الموضعين، دي الطاقة الحرارية. لكن درجة الحرارة هي مقياس الطاقة بتاعت حركة الجزيئات اللي موجودة في الوسط، يعني الجزيئات اللي موجودة في الوسط ده بتتحرك بطاقة مقدارها قد ايه. عندما تنتقل كمية من الطاقة الحرارية لجسم او الوسط فان طاقته الداخلية دي طبعا هتزداد، وده هيؤدي الى زيادة طاقة حركة الجزيئات، وبالتالي بترتفع درجة حرارته. اذا الطاقة انتقلت الى الوسط، لما الجزيئات بتاعت الوسط دي اكتسبت طاقة بدأت حركتها تزيد، ولما درجة حركتها زادت درجة حرارتها زادت. عندما تنتقل بقى كمية من الطاقة الحرارية من الجسم أو من الوسط، الطاقة الداخلية بتاعته بتقل، وبالتالي الطاقة الحركة بتاعت الجزيئات هتقل، ولما طاقة حركة الجزيئات تقل زي ما شفنا كده بتنخفض درجة حرارته. شايفين الأجسام اللي كانت باردة الطاقة بتاعت حركة الجزيئات بتاعتها بتبقى قليلة. تغيير الحالة دي من أكثر المشاهدات اللي احنا بنشوفها خلال يومنا. احنا عارفين ان حالات المادة الثلاثة صلبة وسائلة وغازية، والكلام ده يمكن كلنا درسناه في صف سنة رابعة في المناهج القديمة، معرفش في المناهج الجديدة المتطورة ممكن يكونوا بيدوها دلوقتي في كيجي. حالة المادة صلبة سائلة غازية، يمكن تحويل أحد حالات المادة من صورة إلى أخرى، يعني المادة الصلبة ممكن تتحول إلى سائلة لو في حالة إنها فقدت جزء من الحرارة اللي فيها. المادة السائلة ممكن تتحول إلى غازية لو اكتسبت حرارة،
صلبة تتحول لسائلة لو اكتسبت حرارة، السائلة تتحول لغازية لو اكتسبت حرارة. طب لو العكس، الغازية عشان تبقى سائلة لازم تفقد جزء من الحرارة، والسائلة عشان تبقى صلبة لازم تفقد جزء من الحرارة. وده بنشوفه في مثال المية أو الحالة السائلة كأسهل حاجة لينا في الماء. الحالة السائلة بتاعتي والحالة الجامدة والحالة الغازية. في حالة ما أنا عايز أحول مثلا المثال اللي عندي المية اللي هي التلج إلى الحالة السائلة، ده اسمه عملية انصهار. بطلع التلج من الفريزر بسيبه في درجة حرارة الغرفة أو بحطه اللي بعرضه لأي مصدر لهب، فبيتحول من الحالة الجامدة إلى الحالة السائلة. طب لو أنا عايز أعمل العكس، لو أنا عايز أحول المية اللي عندي لمكعبات تلج، هعمل إيه؟ هعمل العكس، هعمل لها عملية تجمد. يعني إيه؟ هحطها في الفريزر عشان تفقد الحرارة بتاعتها، وعند فقدان الحرارة هتتحول من الصورة السائلة إلى الصورة الجامدة. طب لو أنا عايز أحول بقى الحالة السائلة إلى غازية، بسيطة، هديها حرارة، ودي اللي أنا بسميها عملية التصعيد، واللي احنا متعرف عليها باسم عملية التبخير. طب لو العكس، هو أنا أقدر أحول الحالة الغازية لحالة سائلة؟ وبتحصل إزاي؟ دي بسميها عملية التكثف. لو أنا جيت قدام مرآة وخرجت هواء من الزفير من الفم، هلاقيه تكثف في صورة قطرات من المياه على الزجاج. بلاش، حضرتك حاطط حلة فيها مياه، إناء فيه مياه على النار ومغطيه، أول ما بترفع الغطا بتلاقي تكون قطرات من السائل على الغطا. جت منين؟ نتيجة إن سطح الغطا بتاع الإناء أقل درجة حرارة من أسفل الإناء اللي معرض للحرارة، فبتبدأ تتصاعد الغازات، تبدأ تسيب سطح السائل لما بتوصل لدرجة الغليان، وهي طالعة سخنة جدا درجة حرارتها عالية، بتقابل سطح الغطاء اللي حضرتك حطه، وده أكثر برودة، فبتفقد جزء من حرارتها وتتحول إلى الحالة السائلة اللي احنا بنشوفها في صورة سائل أو قطرات من السائل على سطح الغطاء الإناء. طيب هي ممكن الحالة الجامدة تتحول إلى حالة غازية دون المرور بالحالة السائلة؟ ممكن، ودي اللي أنا بسميها عملية التسامي. الحالة الجامدة بتتحول إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة، ودي ممكن تشوفها أول ما بتفتح الفريزر بتاع التلاجة، تلاقي فيه أبخرة خارجة، درجة البرودة العالية جدا اللي جوه أو التلج اللي موجود بيتحول على طول عند مقابلته بالسطح أو درجة الحرارة بتاعة الغرفة، وبتبدأ تتحول لصورة إيه؟ للصورة الغازية. إذن أنا ممكن أقول على الانصهار إن هو تحول المادة من الحالة الجامدة إلى الحالة الصلبة، من الحالة الجامدة اللي هي الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، هو ده اللي بطلق عليه عملية الانصهار. طبعا ده مش مرتبط برضو بالمية بس، ممكن بالحديد بالألومنيوم، بيبقى في الحالة الصلبة بديله حرارة بيتحول للحالة السائلة، أعيد تشكيله وأتركه مرة أخرى ليحدث له عملية التجمد. آدي الجسم الصلب موجود في الكوب، هيتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة عن طريق الحرارة اللي بتأثر عليه وبتغير من حالته اللي هي الصلبة إلى الحالة السائلة. طيب التجمد. التجمد هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الجامدة، زي ما بتحط المية في الفريزر ويطلع لك التلج. نفس الفكرة، أدي المية هحطها في الفريزر هتتحول لتلج، يبقى اذا تحولت من الحاله السائله الى الحاله الايه؟ الحاله الصلبه. التصعيد او ما يعرف عليه او متداول عليه نقول عليه عمليه التبخير. عمليه التبخير او التبخر هو تحول الماده من الحاله السائله الى الحاله الغازيه. لما بحط اناء على النار بيبدا تتصاعد الأبخرة، يبقى أنا حولت الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وده اللي أنا بسميها عملية التصعيد. حالات المادة نلخصها مع بعضينا. حالات المادة بتاعتي صلبة،
سائلة وغازي، تغيرات حالة المادة، الانصهار، تحول الحالة الصلبة إلى سائلة، التجمد، تحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، التصعيد، تحول من الحالة السائلة للغازية، التسامي، تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، التكثف. التكثف ده عبارة عن تحول المادة الغازية إلى سائلة. الحرارة الكامنة للتصعيد يعني ايه؟ يعني ايه حرارة كامنة للتصعيد؟ احنا خدنا الحاجات دي، يعني ايه حرارة كامنة للتصعيد؟ هقول لحضرتك حاجة. الحرارة الكامنة للتصعيد هي عبارة عن ان انا ممكن اجيب الجسم بتاعي وابدأ اسخنه واحط الترمومتر، لا تظهر اي درجة حرارة على الترمومتر برغم استمرار درجة الحرارة. انا لما بطلع التلج من التلاجة واحطه بيبدأ يتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة، ولكن بتفضل درجة حرارة المية مية متلجة، بتفضل المية عندي ساقعة، يبقى دي اسمها الحرارة الكامنة للتصعيد. كل الحرارة اللي انا سايباها واكتسبتها التلجة عشان تتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة، لكنها لما تنصهر هتنصهر إلى ماء عند درجة الصفر. طبعا أنا ما عنديش في البيت ترمومتر عشان خاطر أقيس درجة الحرارة وأقول لك فعلا إذا كانت درجة الحرارة بتاعتي دي هي عبارة عن إن هي صفر ولا لأ، بس هقول لحضرتك جرب حاجة. امسك كوباية، حط التلج ده في إناء أو في كوب وسيبه لغاية ما يخلص وينصهر خالص ويتحول من الحالة الصلبة اللي قدام منك لحالة سائلة، وخد كوباية المية واشربها، هتلاقيها مية بتوجع سنانك وتقول دي مية متلجة. احنا في اللغة الدارجة بنقول عليها ايه؟ مية متلجة. علميا احنا بنقول ان هي مية عند درجة الصفر، درجة مئوية. اذا احنا النهاردة اتكلمنا على الحرارة، فصلنا كتير من الحاجات اللي بنتعامل معاها، ازاي اجيب المية احطها على النار محتاجة حرارة قد ايه، لو انا حطيت كنكة او حطيت اناء صغير على طول الميه هتسخن ليه، لو انا حطيت اناء كبير بيحتاج لكميه كبيره او وقت طويل عشان يبدا ان هو يسخن، تحولات الحاله، انا عايز اجيب حاله، عايز اجمد الميه احطها في الفريزر عشان تفقد درجه حراره، ما بحطهاش في فرن البوتاجاز، لو انا مطلع كوبايه او ازازه فيها تلج عايزها تفك بسرعه بحطها تحت حنفيه تحت الصنبور، فبالتالي بتفقد درجه حرارتها وبتفك اسرع. ليه ساعات لما بنطلع اللحوم او بنطلع المجمدات من الفريزر وعايزها يعني تفقد حرارتها بسرعه بحطها في الماء. الفيزياء بحر كبير جدا جدا جدا، وكل ما تغوص فيه هتلاقي العديد والعديد والعديد من المعلومات الرائعه والشيقه التي تفسر لنا ما يدور حولنا. وقت الحلقه خلص، وكلام الفيزياء عمره ما هيخلص لانه علم متجدد دائما. سعدت بلقائي معاكم، وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من المعلومات البسيطه اللي احنا تداولناها، وان انا قدرت ابسط لكم المعلومه الفيزيقيه، على امل بلقاء جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.